بنات كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى كاملين تكونوا في صحه جيده. مرحبا بكم مره اخرى في القناه. شكرا للناس اللي سولوا عليا، وشكرا للناس اللي قالوا لي امينه ما بقيتيش حطيتي لنا فيديو مده هذه. اعتذر لظروف، ان شاء الله تنوعدكم ان غنبدا نحط لكم دي فيديو كل مره، يعني ما غاداش نبقى كل سيمانه وهكا تنتعطل شويه. سمحوا لي وغنحاول انني نجاوب البنات اللي ديجا مخلي لي رسائل على دي برودوي ولا على دي كومبليمون اليمونتير. ان شاء الله غنحاول نحط لكم دي فيديو عليهم. واحد الاخت تسولني ديما على الاوميغا 3 وقالت لي امينه ديري لنا واحد الفيديو على اوميغا 3. ان شاء الله غدا ندير لك فيديو على اوميغا 3، غير ما تقلقيش، بشويه بشويه غنجاوبكم كاملين. واي وحده بغات شي سؤال ولا اي وحده شي استشاره، مرحبا والف مرحبا. ديجا راه البنات واخدين نيميرو التليفون ديالي، انا تنخليه لكم في صندوق الوصف، واللي بغى يسول على شي حاجه يدخل عندي الواتساب، وانا ان شاء الله غدا نحاول انني نجاوبو. واي سؤال كيف ما كان بغى يكون نوعو، راه انا ان شاء الله غنحاول انني نجاوبكم عليه. اليوم البنات غدا نتكلم لكم على اكرون، واحد ليكرون. حنا كنا عارفين دابا بان حنا حاليا في فصل ديال الشتاء، ولكن الشتاء ما صباش الله يرحمنا. ولا لاحظت ان في هذا الاسبوع ولاو بزاف تيسولوني على لي زيكرون، وبزاف تيطرحوا عليا بزاف ديال الاسئله وما عارفينش النوع ديال البشره ديالهم. البنات فما تبغي تمشي تاخذي شي اكرون، الا ما كنتيش دايره واحد الكونسلطاسيون عند واحد الطبيب ديال الامراض الجلديه او الديرماتو هكا، وما عارفاش شنو ليكرون اللي تجي معاك، راه ضروري خصك تعرفي النوع ديال البشره ديالك. يعني من غتمشي للبارا فارماسي ولا غتمشي للفارماسي، خاصك من تقولي لهم مثلا عطيوني واحد ليكرون، خاصكم تقولوا لهم النوع ديال البشره ديالك. راه ماشي البشره المختلطه هي البشره الحساسه، هي البشره اللي جافه، يعني راه كل بشره وليها واحد ليكرون، واحد المكونات اللي تيجيو معاها. يعني ما مثلا تجي وحده تقول لي اختي اعطيني مثلا لاغوش ولا هكا، ولكن ما عارفاش النوع ديال البشره ديالها، غير صاحبتها مثلا شراتها ولا اختها شراتها وجات معاها تتقول لك جات معاها. ولكن لا البنات، انا ديما تنقولها لكم، ديما شوفوا النوع ديال البشره ديالكم، من تمشيو عند هذيك اللي في باغا ولا تمشيو عند الصيدليه تقولوا لهم نوع البشره ديالكم باش يعطيوكم ليكرون اللي تجي لكم مع البشره ديالكم. اليوم انا البنات بزاف سولوني على ايزيس فارما. ايزيس فارما البنات انا ديما تنحاول انني نتكلم لكم عليها، وحطيت لكم بزاف لي برودوي على 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 لا غام ديال ايزيس فارما. هي ما تحتاجناش نهضروا عليها، غام اللي هي هضره على راسها كيف ما تنقولوا. لا بالنسبه لي كريم ديال لي طاش، لا بالنسبه للكريم ديال الليل، لي سيروم ديالها، لي زيكرون ديالها، راه ديجا دايره لكم فيديو على اكرون ديالها الواعر. انا من الناس اللي تتعجبني ايز دين وتتعجبني ايزيس فارما، وتنخرج لي برودوي ديالها ككونساي على حسب النوع ديال البشره. الا كان الانسان ماشي للصيدليه وعارف النوع ديال البشره ديالو، راه حتى هذيك اللي في الصيدليه ولا البنت اللي في باغا ولا هكا تيكونوا تيعطيو مثلا واحد ليكرون اللي هما عارفين مثلا النتيجه ديالها على داك الشخص، لانه قايل ليهم بشرتي حساسه ومختلطه ولا بشرتي جافه ولا بشرتي تندير لها دي برودوي تيحمر ولا سونسيبل على هاد البرودوي ولا هكا. يعني تتكوني انت حيدتي واحد النصف ديال الحمل علينا حنايا، باش حنا نقدروا نعطوك شي حاجه اللي غتقدر تجي لك مع البشره ديالك. البنات اليوم انا نتكلم لكم على ايزيس فارما يوفي بلوك. هذه البنات من لي زيكرون اللي هما فيزيائيين. انا غنحاول انني ندير لكم فيديو خاص على التفرقه ما بين الواقي الشمسي اللي فيزيائي وواقي الشمسي اللي كيميائي، وشنو البشره اللي تتجي معاها الواقي الشمسي الكيميائي والفيزيائي. ايفي بلوك البنات ولات تتخرج حاليا بزاف، يعني مؤخرا ولينا تنخرجوها بزاف، ولات تجي في لي زوردونونس، وكذلك الناس ديجا جربوها وجات معاهم ولا واخدين شي تيستور من عند شي باغا فارماسي ولا فارماسي وجربوها وجات ليهم مع البشره ديالهم. فيها البنات اللي تانتي وفيها اللي انفيزيبل. كيف قلت لكم البنات فيها التانتي وفيها الانفيزيبل. بزاف البنات يقولوا لي يا امينه اما احسن ليكرون واش انفيزيبل ولا التانتي. هذه بعدا البنات ديالها التانتي ديالها
خفيف، تتحسي براسك بحال راك مغطيه ولكن ما ماشي تتباني بحال راكي دايره فوندو طان ولا هكا، تتعطيك واحد البون مين البشره غزال بزاف. سمحوا لي ديما تنقطع الفيديو، تيجيو عندي الناس هذاك الشيء علاش تنقطع الفيديو. كيف قلت لكم فيها يو في بي يو في بلوك، اعتذر يو في بلوك 50 حمايه 50 بلس، ديما البنات خذوا 50 بلس يعني راها اكثر من 50. انا هذوك لي زيكرون اللي تتكون فيهم 100% ما تعجبونيش. غتقولوا لي علاش؟ حيت ما كايناش شي حاجه غتحميك 100% اي كذوب، يعني ديما 50 الفوق ايه نتقبلوها، ولكن 100% غتحميك من الشمس ما كايناش. قلت لكم البنات فيها التانتي وفيها الانفيزيبل، الناس اللي تيبغيو الانفيزيبل راه فيها الانفيزيبل، والثمن مناسب ماشي غاليه بزاف. تتحميك من الاوفي بي والاوفي ا، يعني البنات انا بالنسبه ليا الثمن ديالها والتكستور ديالها تجي مع البشره الحساسه والمختلطه والجافه، ما تكونش جافه بزاف لان البنات هذه تاع لابو سونسيبل. من نقولوا البشره الحساسه يعني راه اي بشره تتكون جافه وحساسه تتكون مختلطه وحساسه وتتكون دهنيه وحساسه. غير هي في الصراحه خدوها البنات اللي بشرتهم جافه وما جاتش معاهم، لانها تدير لنا واحد الطبقه على البشره ديالنا. قلت لكم بزاف خدوها اللي بشرتهم جافه وما جاتش معاهم، علاش؟ لانها تدير لنا واحد الطبقه، ديما الواقي الشمسي اللي تيكون فيزيائي بحال تيدير لنا واحد الطبقه على البشره ديالنا، هي مزيانه باش ما تحمينا كثر وكثر من الشمس، ولكن بالنسبه للبشره الجافه خدوها وما جاتش معاهم. هي مكتوبه فيها لابو سونسيبل يعني البشره الحساسه، اما البشره اللي مختلطه البنات جاتهم غزاله. انا نحل لكم باش تشوفوها، ها هي هذه اللي حليت لكم دابا، راه ديال هذه انفيزيبل، هذه انفيزيبل هكا تتكون زوينه. البنات نحاولوا اننا نبعدوها من محيط ديال العين، الناس اللي عندهم مشكل ديال الحساسيه ديال العين، حيت كاينين بعض الاخوات تيديروا لاكرون تيديروها حتى تحت من العين ديال. تنكون باديه هضرتي حتى تيجي شي واحد وتنسى علاش كنت داويه. كنت قلت لكم بالنسبه الناس كاينين بعض الاخوات تيوصلوا لاكرون حتى للمحيط ديال العين، واصلا تتكون عين ديالهم حساسه. حاولوا انكم تبعدوا من المحيط ديال العين ديالكم هاد ليكرون هادي، لانها تدير الاحمرار ديال العينين. وكنت ديجا وريتكم اللي قبيله، وريتكم الانفيزيبل، انا نحاول نوريكم هادي اللي تانتي غير باش تشوفوها وباش تتعرفوا الشكل ديالها كيفاش تيكون. هي تتكون فيها واحد النقطه هنايا بحال الدمعه، تتكون تانتي. بزاف د الاخوات تيتخوفوا من ليكرون اللي تتكون تانتي. انا من الناس اللي ما تتعجبنيش اكرون انفيزيبل، ديما تتعجبني ليكرون اللي تتكون تانتي، وبزاف ديال الاخصائيين ديال الجلد تيحاولوا انهم يخرجوا اكرون تانتي للناس اللي تيجيو عندهم تيكون عندهم مشكل ديال الحبوب، تيكون عندهم مشكل ديال ليطاش في البشره، باش تتكون حمايه اكثر، تدير لهم واحد الطبقه اللي سميكه باش تكون حمايه اكثر، وحيت تيكونوا تيديروا دي برودوي وحدين اخرين باش تكون الحمايه كيف ما قلت لكم اكثر. انا نحاول نقربهم لكم باش هكذا اللي بغى يصورهم. زوينه البنات وما غالياش وفي متناول الجميع، والقام ديال ايزيس فارما راه كامله لي برودوي ديالها صراحه زوينين، غير خاصنا نعرفوا اينا اكرون ناخذو، وخاصنا نعرفوا اينا نعرفوا البشره ديالنا، نديروا واحد تيست نعرفوا فيه النوع ديال البشره ديالنا باش ناخذوا ليكرون اللي تجي لينا مع البشره ديالنا. هذه كيف قلت لكم تتجي مع جميع انواع البشره، غير اللي بشرتها ناشفه وناشفه بزاف تنصحها بلا ما تاخذها، لان واخا هي دايرين فيها سونسيبل وخدوها بزاف الناس اللي بشرتهم جافه وما جاتش ليهم مع البشره ديالهم. تنتمنى من الفيديو ديال اليومين الاعجاب ديالكم، الى فيديو قادم باذن الله.